بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم فيما يتعلق أهلا بكم في دروس ما تتعلق بجوال هواوي هانور 6S. أول ما فتحت الجوال طبعا مكتوب عليه الجوال اللون حتى اللون ذهبي، مكتوب عليه هانور 6S على الشاشة حقتها، مكتوب ان هانور 6S يحتوي على كاميرتين خلفيتين اللي هو المقصود بهذه الكاميرتين 12 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل. طبعا مكتوب عليه يحتوي على 3 جيجا الرام، موجود عليه بعد 32 جيجا الرام ميموري الداخلي للجهاز. طبعا البطارية قوة البطارية 3340 mAh، يعني تاخذ وقت طويل تقريبا حدود من 8 ساعات وطالع اتوقع هذا الشيء. طبعا موجود عليه الفينجر سكان، قوة الفينجر 3.0 اللي هو السكان حقها 0.3 موجود، هذا حق الفينجر سكان. وموجود عليه طبعا من مواصفاته 2.5D كيرف كلاس ماتيريال بور اللي هو ارتفاعه 2.5D اللي هو قوة كيرف كلاس الشاشة حقته. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.